السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله راح نكمل في شرح مادة النفسية، وموضوعنا اليوم حلو كتير، بحكي عن Eating Disorder واختصارها ED، اضطرابات الطعام. طبعا هي low incidence، يعني معدلها تصير قليل، and severe psychophysical consequence، ولها أثار يعني سايكو نفسية وفيزيكال جسدية. طبعا زي ما بقول انه الاكل اصلا شيء نفسي، لانه العين اللي بتاكل فينا في الدماغ مركز الاكل، مركز الطعام والشهيه، فالعين بتودي صوت الاكل عشان انت تفتح نفسك للشهيه، تفتح نفسك للاكل او ما تاكلش اصلا. قال لي في عندنا فيزيكال كومبليكيشن فروم ايتينج ديس اوردر، في عندنا فيزيكال كومبليكيشن، مضاعفات فيزيائيه بسبب الايتينج ديس اوردر. قال لي كومون لايف ثريتنينج، هي مهدده للحياه، اند لينكد تو ستارفيشن، او مرتبطه بالمجاعه. تمام، قال لي ديفلوب تو مينتين، تتطور ليش انت يصير عندك ايتينج ديس اوردر. طبعا ايتينج ديس اوردر يا اما انت على الاغلب هي بتاكل كتير، يا اما انت بدك تعمل رجيم وبتخس بتاكلش، بس هي على الاغلب اللي حنحكي عنه انه انت بتحاول تخس، بتحاول ما تاكلش. تمام، فقال لي هذا انه احنا بتطور، انه الايتينج ديس اوردر ليش بتطور؟ تو مينتين، عشان تحافظ ذا جول اوف ثيننس، اللي هو ثينسز اللي هو انك تكون نحيف ورفيع. فبتطور عندك ايتينج ديس اوردر عشان تحافظ على هدفك انك تكون رفيع ونحيف ومش تخين. قال لي كلاينتس دو سيفير ميجرز، المريض او المرضى بيقوم بالعديد من الاجراءات تو لوس ويت، عشان يفقد وزنه، اند التر ابيرنس، ويغير شكله، بيقوم بكثير شغلات من رجيم وادويه وحبوب عشان ايش؟ يفقد وزنه ويغير شكله. زي ايش؟ ستارفنج، المجاعه، بياكلش. كيف انكلود؟ زي ان فوميتنج، قيء بعد ما ياكل بتقيع عشان قال لك ما يتخنوش. 2 يوز لاكستيف، ملينات، عشان الاكل ما يوجدش في المعده وما يروحش على الدم وهكذا، فبده ينزل على طول. 3 او دايوريتيك، مضادات للبول واشياء زي هيك. قال لي فينا كمان كوزموتيك بروسيجر، عمليات تجميل، زي ايش؟ عشان ويت لوس، يفقد وزنه. قال لي اليوم ريسنتلي بيكامينج وايدلي يوزد، بتستخدم بشكل كبير، زي بقص جزء من المعده، بحط بالون في المعده عشان المعده تنتلي بسرعه، شفط دهون، مش شفط دهون، قصص ثانيه. فهذا كل المريض بيعمله عشان يحاول يخس وما يتخنش، او اذا هو تخين بده يرفع. فقال لي هنا انه البريفرنس المعدل، قال لي في عندنا تنتين، هما ثلاثه مش تنتين، في عندنا للايتنج ديس اوردر، في عندنا ايش اسمه انوركسيا، وفي عندنا ايش اسمه بوليميا، وفي اوفر ايتنج. هناخذها لقدام. المهم اللي عندنا هنا الانوركسيا والبوليميا. الانوركسيا الشخص بياكلش، هو في اصلا وبياكلش بالمره، وضعه صار صعب. اما البوليميا وزنه طبيعي، تمام، او وزنه زيد عن طيب شوي، وهنا باكل كتير لكن بده يخس. تمام، نشوف. قال لي الانوركسيا معدلها 4%، لكن البوليميا 1 ل 1.5%، يعني لو جبنا 100 واحد معهم eating disorder، 4% بكون انوركسيا، 1.5% بكون ايش؟ بوليميا. 90% من اوف سفرز ار ومن، 90% من المصابين او من اللي بيعانوا من ايتنج ديس اوردر هم نساء، و10% رجال. انا الرجال تفرقش معهم، تخين رفيع طويل، اما النساء بتحب تكون ايش؟ اتيكيت ورفيعه والوضع تمام. تمام، ف 90% من المهم ايتنج ديس اوردر هم فيميل. افريج اونست ايج على 17 سنه بيبدا هذا المعدل، لانه البنت بتكون تتبنت على الاغلب عند البنات عند الصغار، او الشباب عند عمر 17 سنه بكون لسه جديد وايش بده، يعني ايش؟ عيش شبابه. ريكفري ريت از اباوت، معدل الشفاء من الايتنج ديس اوردر 70%، حلو وعالي وممتاز. الانوركسيا از ذا ثيرد هايست كوز اوف ديث among teenage girls، قال الانوركسيا هي ثالث اكبر سبب للوفيات بين البنات الصغار اللي عمرهم من 13 ل 19. يعني لو جبنا كل البنات اللي بموتوا بين 13 الى 19 سنه، بنلاقي ثالث اعلى سبب لوفاتهم هو ايش؟ الانوركسيا. تمام، قال لي complications of، هي ليش ماتوا؟ اما مضاعفات من الفوميتنج، بتتقيع كثير عشان تخس، او بيرجينج. انا هحكي ايش يعني بيرجينج. بيرجينج جاي من مصطلح اسمه ايش؟ بيرجيتيف او بيرجيتيف، هذا اللي هو معناه مسهلات تخليك تسهل، مش ملينات، اشياء بتخليك تسهل. تمام، بيرجينج. تمام، هذه هي البيرجينج، انه باخذ مسهلات عشان ايش؟ عشان يسهل. اند ديزلت اوف سوسايد، بدها تنتحر. فعندك اما فوميتنج كثير، بيرجينج، وعندنا ناتجه عن الانتحار.
زيت الخضر بخليك ايش تسهل وش زي هيك، مش ملين، مسهلات. قال لي ايتولوجي لل ايتنج ديس اوردر مش معروف، فيش سبب معين، لكن في عندنا فاكتور بتساعد هاي يصير عندك ايتنج ديس اوردر. اول شيء الجندر، الجنس، طبعا الفيميل اكثر من الميل، وقلنا ليش. الدايتنج اللي هو معنى كلمه دايتنج اللي هو الروجيم، الناس اللي بتعمل حميه غذائيه دايتنج. قال لي اكستريم دايترز اللي بيعمل روجيم صعب وقوي، ادلسنت جيرز البنات اللي هم البالغات الجديد، مور لايك تو ديفلوب ايتنج، يعني البنات الجداد اللي بيعملوا دايت صعب، قال لي هم اكثر عرضه انه يتطور معهم ايتنج ديس اوردر من النون دايترز، من البنات اللي ما بيعملوش رجيم زي هيك. ثلاثة السوشيال فاكتور عام اجتماعية، قال لي في عندنا الميديا وسائل الإعلام اليوم والفاشيون الأزياء اندستري، الأزياء والإعلام الميديا اليوم كله بروموت بيحفز الآن رياليستيك ثين، الرفع اللي مش واقعي، ايمجز اوف وومن، بيجيب لك صور نساء رفيعه وهي اصلا في الحقيقه ايش بتكون الشيك، فوتوشوب مش فوتوشوب، فصورها والازياء ولبس الازياء هذا بيجيب لك ناس مثاليين او بكونش اصلا واقعي وانت بتغار منهم. بادي كومبريجن وذ مودلز، مقارنه جسمك، يقارن شكله وجسمه مع المودلز اند فيلم ستارز، المودلز ناس قدوه اند النجم ستارز ممثلين وعارضين الازياء، بده يقلدهم بالضبط، هذول ناس يعني نقين تنقاه زي ما بقولوا او بكون انريالستيك. بيرز برشر، ضغط الزملاء، صحباته، اصحابه، ايش انفلونسينج ادلسنس، بياثروا عليهم، يعني لو في لي صاحب بيعمل دايت بخليني اعمل زيها بياثر علي، على الويت، الوزن، وزنك ثقيل، خفف وزنك، كلوثز، الملابس، ليش ملابس كثير مش حلوه عليك، بدك تلبس ملابس حلوه تكون رفيعه عليك وكذا. ابيرنس، مظهرك، اند سبيشالي امونج، خاصه بين البنات بيهتموا في الدايت والوزن، الملابس تكون رفيعه وحلوه، والمظهر وما الى ذلك. في عندنا خلصنا مين، عندنا الجندر والدايتنج والسوشيال فاكت، في عندنا فاميلي فاكت وعامل عائليه، الفاميلي ريجيديتي، في عندنا العائله الصلبه، الرول فيكس، عندهم قوانين ثابته، نوت ايزلي تشينج، صعب تغيرها، الاكل موعد كذا، بيش الساعه 2 يتغدى فش له اكل، وايش زي هيك يعني، اكل معين مش اكل معين. في عندنا فاميلي ديسكورد اللي هو الخلاف الاسري، عائلات اللي دائما عندهم مشاكل، كونفليكت افويدنس، هذول ما همش بس ياكلوا ولا بحطوا اكل ولا بيعملوا اكل ولا نيله. ثلاثه ايش ريستريكتد فاميلي، ريستريكتد فاميلي العائله المقيده او اللي بتقيد ابنائهم بالاكل، اكل مقيد، شيء مقيد. اوفر انفولفمنت اوف بيرنت اللي هو زياده تحكم الاباء في اطفالهم او في حياه اولادهم. اكزامبل قال الجريتر ديساتسفاكشن، عدم الترحيب، عدم الرضا الكبير with daughter weight، انه الاهل بيرضوش عن انت وزنك ثقيل، ناصحه خسي، ها greater dissatisfaction، عدم الرضا الكبير عن وزن بنتهم، and ايش attractiveness اللي هو الجاذبيه، انه لازم تخسي عشان تكون انت جذابه وتتزوجي وقصه ثانيه. lack of emotional connection، افتقار اللي هو الارتباط العاطفي مع العائله مع الطفل. daughters control of food، انه البنات بتحكموا في اكلهم اليوم وفي جسمهم، seen as انه هو attempt، محاوله انها تكون autonomous مستقله، and separateness، ومنفصله عن مين؟ عن امها، وبدها تتحكم هي باكلها وشربها وتاكل لحالها، هذا ممكن يكون عملها eating disorder. في جينيتيك فاكتور، عوامل وراثيه، يعني المونوزايجوتيك التوأم المتماثل هم اكثر 5 مرات من الموأم النون ايدنتيكال. النيورو ترانسميتر، النواقل العصبيه، قال السيروتونين والنور ادرينالين، هذول الاثنين هم هاف بين امبليكيتد ان ذا اونست اوف ايتنج ديس اوردر. ليش؟ ايش دخلوا في ايتنج ديس اوردر؟ يعني هذول الاثنين بحركوا المزاج، اذا كانوا عاليين بخليك تاكل مبسوط، اذا كانوا واطيين بتاكلش، فقال لك بحركوا المزاج، المزاج مرتبط بالاكل، المبسوط بياكل اكثر والزعلان بياكل يشرب بشكل عام، يعني في ناس لما بتزعل بتاكله كثير، لكن الطبيعي نو. نبدا اول موضوع عندنا في الايتنج ديس اوردر انوركسيا نيرفوزا، الموضوع الاول اسمه ايش؟ انوركسيا نيرفوزا، وزنه بكون اقل من الطبيعي، اكتبوا جنبها هنا بكون فيش عنده انسايت، مش مدرك انه هو عنده مرض نفسي اسمه انوركسيا نيرفوزا، بقول لك لا ببالط زي ما بقول ببالط، تمام؟ غير مدرك للمرض. قال لي تشخيصه اول شيء ايه؟ قال لي ريستريكشن اوف انتيك، بقيد اكله مقيد، تمام؟ leading to لما اكله مقيد راح يؤدي الى low body weight طبيعي، ما كلش كثير وزنه بقل. اثنين قال لي intense fear، عنده خوف شديد of becoming fat، انه يصير عنده دهون even though at significantly low weight، يعني هو عنده خوف شديد انه من سمنه حتى لو هو نحيف. الاولى طبيعيه، ما كلش كثير restriction للانتيك،
طبيعي تخس، هذا مش مشكلة، لكن الثاني هي الصعب، انه انت في اصلا وزنك 50 كيلو وعندك خوف شديد انك تخس، تمام، انك عفوا تنصح، فانتنسفير اوف بيكامينج فات حتى لو هو اصلا لو ويت. ثلاثة، بيزيستنت لاك اوف ريكوجنيشن اوف سيريسنس، اللي هو افتقار الادراك، هو مفتقر مش فاهم خطورة اللي بيعمله وخطورة الضيف اللي عامله، فقال لك هو نقص او غير مدرك وغير مدركة لخطورة ما تفعله من اللو بادي ويت وايش راح يدمر جسمه. في عندنا نوعين لامين، ركزوا، احنا قلنا ايتنج ديس اوردر انوركسيا نيرفوزا وبوليميا نيرفوزا، وفي عندنا الثالثه هذيك اوفر ويتنج. الاولى انوركسيا نيرفوزا، الانوركسيا نيرفوزا الها ولدين، الها اثنين تايب، تو تايب، سب تايب اوف انوركسيا نيرفوزا، قال لي واحد اسمه ريستريكتنج تايب المقيد، اثنين بينج او بنج ايتنج بيرنينج تايب. ايش هذول الاثنين؟ قال الاول ريستريكتنج تايب، كيف هو صار؟ انتوا عارفين انوركسيا نيرفوزا يعني زي جلبان ما بدوش ياكل، من جابله ياكل، بس عند الحوامل 3 شهور. فقال لي ها انوركسيا نيرفوزا نوعها ايش؟ انه بياكلش، يعني هو خاص عشان بياكلش سهله. لكن البنج ايتينج بيرنينج تايب هنا لا، بياكلوا بتقيا. هنشوف ايش قصتهم. النوع الاول من انوركسيا نيرفوزا قال لي ريستريكتنج تايب، ايش يعني؟ قال لي اكل مقيد. كيف يعني؟ قال لي ديورينج لاست 3 مانث، اخر ثلاث شهور، نو بيرنينج، نو بيرجينج بيهيفير. ايش يعني بيرجينج بيهيفير؟ قلنا فوق انه البيرجينج جاي من ايش؟ من بيرجيتيف، من مسهلات. يعني قال لي اخر 3 شهور هو ما اخذش اي مسهلات، ما اخذش اي دواء اللي يعمل له اسهال، ها نو بيرجينج بيهيفير. طيب ايش صار معه؟ قال لي ويت لوس، فقد وزنه، هي اكومبلشت برايمري ثرو. كيف خس وزنه؟ قال لك من خلال دايتنج اند فاستنج، عمل حميه غذائيه روجيم وفاستنج بصوم. قال لي اند اكسسيف اكسرسايز، فهذا طبيعي. الريستريكتنج تايب في الانوركسيا نيرفوزا هو اخر 3 شهور لم ياخذ في حياته اي او ما عملش مالوش له نو بيرجينج بيهيفير، وانما فقد وزنه كيف؟ من خلال دايتنج وفاستنج الصيام واكسرسايز، سيفير اكسرسايز. اوكي، طيب الثاني، النوع الثاني قال لي بنج ايتينج بيرنينج تايب. ايش يعني انج بنج بيت ايتينج؟ بنج يعني قال لك انها الاكل بشراسه، بياكل كثير. بنج ايتينج بياكل كثير، بيرن بير ايش بيرنينج، تمام، بيرجينج بيرجينج تايب، انه بعد ما ياكل بده يعمل ايش؟ بيرجينج بيهيفير، اللي ياخذ مسهلات يتقيا وكذا. الاول قلنا كيف بخس وزنه؟ إذا ستكتنج تايب من أنوركسيا نيرفوزا بياكلش وبصوم وبيجري، فيش عنده بيرجينج بيهيفير. لكن الثاني لا، عنده بنج ايتينج، بياكل بشراسة وبياخذ بعد الأكل ايش؟ بيرجينج، ايش؟ بيرجينج تايب. طيب قال لي آخر 3 شهور هو استخدم البيرجينج بيهيفير، قال لي صار عنده ريكرنت ايبيسودز اوف بنج ايتينج بيرنينج بيهيفير، يعني صار ياكل كثير وبعد ما ياكل بده يفرغ هذا الأكل، إما من خلال فوميتينج انديوس فومتنج بتقيا عشان ينزل اكله، او لاكسيف مس يوز، ملينات ومسهله عشان ايش؟ ينزل الاكل. تمام، عرفتوا شو النوعين؟ تمام، انوركسيا نيرفوزا ريستريكتنج تايب وبنج ايتنج بيرنينج تايب. الاول بياكل شو؟ بصوم ودايتنج واكسرسايز وخس طبيعي، لكن الثاني لا، بياكل كثير وانما بيعمل عنده ايش؟ بيرنينج او بيرجينج بيهيفير، بتقيا وبيعمل لاكسيف مس يوز عشان هيك بخس. طيب قال لي في ايدك تفرق بين الانوركسيا والدايتنج، في فرق بين الانوركسيا، انت معك انوركسيا ايش؟ وبين الدايتنج، الانوركسيا مش طبيعيه لكن الدايتنج طبيعي، فرق لي بين الانوركسيا والدايتنج مهم جدا. قال لي في الانوركسيا نيرفوزا ان ريزينبل ويت لوس جول، يعني هدفه عشان ينزل وزنه غير واقعي، هدفه اهداف غير منطقيه لتنزيل الوزن، ان ريزونبل. لكن في الدايتر لوجيكال جول، هدفه عشان ينزل وزنه عشان يمنع الضغط، يمنع السكر، اهداف واقعيه. انوركسيا نيرفوزا هنا قال لي ويت ريدكشن بيهيفير از سولتن، قال لي تعون انوركسيا نيرفوزا بيعتبروا انه نقص الوزن عندهم وضجيم وهذه الشغلات سولتن، الشيء مميز فريد من نوعه، ما حدش بيقدر زيه، ما حدش بيقارنه من الناس، ومستحيل يقول لك قديش خسيت. لكن في الدايترز هنا قال لي ممكن يناقش معاك تطور حالته، تطور الدايت تبعه، وبيفرح لما يخس نص كيلو وبقول لك قديش خس. انوركسيا نيرفوزا قال لي يوجوالي ديس ايش؟ dissatisfied with success، بزعل لو خس نص كيلو، بزعل لا بده اكثر، دائما زعلان مش مبسوط على اللي بيعمله. لكن في الدايتر لو ايش؟ قال لي بليجر
مبسوط حتى لو خس فيو كيلوغرام، لو خس كم من كيلو بنبسط. انا دكتور نرفوزا قال لي امينوريا بتنقطع عليها الدورة الشهرية غالبا، لكن في الدايتر لا بتنقطعش عليها. الامينوريا نوت بريزن. مهمين جدا الفرق بين الدايترز والانوركسيا. الانوركسيا مش طبيعي، الدايتر ايش طبيعي. قال لي التشخيص للانوركسيا نرفوزا حسب الهيماتولوجي، تعاين الدم بتلاقي انه كل شيء كثير عنده، ليكوبينيا قلة الوايت بلاد سيلز، ليمفوسايتوسيس قلة الليمف تمام، ومايلد انيميا وثرومبوسيتوبينيا قلة الصفائح الدموية. السيرم كيمستري عنده ارتفاع في اليوريا، هايبر كلوستريميا، عنده نقص في المغنيسيوم والفوسفيت لانه بياكلش. قال لي عنده سيلف انديوس فوميتنج، طبيعي هذا عنده بالقيء لما بتقيأ اللي معه البنج ايتينج، بنجينج سندروم او ايتينج هذيك. قال لي لما بتقيأ كثير القيء بيفقد الاسيد، فبالتالي بصير عنده ايش ميتابوليك الكالوسيس، وبالتالي بتفع عنده مين البايكربونات، وبصير عنده هايبو كالين. هايبو كالين الاي سي جي عنده برادي كارديا في الاي سي جي. اما الاندوكراين سيستم بصير عندك في الفيميل بيقل الاستروجين ليفل، وفي الذكور بيقل التستوستيرون، هذه مشكله. البون ماس بصير عندها اوستيوبوريسيس، وهي هاي ريسك او هو هاي ريسك للفراكتشر. في عندنا فيزيكال ساين اند سيمتوم للستارفيشن، يعني علامات الانوركسيا نيرفوزا فيزيكال ساين وسيمتوم، يعني هي علامات الستارفيشن. قال لك امينوريا بتصير معه طبيعي، انقطاع الدوره الشهريه. مينيراك او المينيراش اللي هو اول دوره شهريه للبنت، دي ليه تتاخر قبل البلوغ، قبل البري بيور بيريتال فيميل. كونستيبيشن لانه فشل داخل بالامعاء، كونستيبيشن ابدو من البين، كولد انتولرنس اللي بياكلش ببرد، وليثرجي خمول. موست ريماركابل فايندينج از اغلب العلامات الموجوده ايش بتلاقي عليها هذا المريض؟ امسيشن نحيف جدا، عظم عوده، هايبوتنشن ضغط واطي، هايبوثيرميا، وبراديكارد. تمام، هذا خلصنا الأنوركسيا نيرفوزا. نعدي على مين؟ على البوليميا نيرفوزا النوع الثاني. هذا حط لي جنبه انسايت، مدرك لمرضه، مدرك لمرضه، يعني بس على العلاج هذاك بس عاش. قال لي انديفيديوال تيبيكالي وذ نو، هذول البوليميا نيرفوزا وزنهم نورمال ويت او اوفر ويت، لكن الأنوركسيا نيرفوزا بيكون لو ويت، هذا نورمال او اكثر. قال لي انكومون امانج اوبيز انديفيديوال، بتلاقيهاش عند الاوبيز. لا، الاوبيز فش عندهم شيء اسمه بوليميا نيرفوز، انا عارف عندنا شو. قال لي از انادوكسيا، هي زي الانادوكسيا، تشبه الانادوكسيا. قال لي بيبل وذ بوليميا بيخافوا من انهم يكتسبوا، الاثنين عندهم هدف مشترك، خايفين ان وزنهم يزيد. تمام، الناصح ما عندوش بوليميا، هذا قال لك نورمال ويت او شويه زايد. قال لي هذول الاثنين عندهم ايش؟ خوف الانوركسيا والبوليميا، عندهم خوف ان وزنهم يزيد. قال لي بليسنج ا هاي فاليو، بيعطي قيمه عاليه للويت اند شيب، للعلاقه بين الوزن والطول، بحب يكون وزنه متناسب مع طوله ومع شكله. هذول الاثنين البوليميا والانوركسيا. طيب التشخيص للبوليميا، قال لي بيكون عنده ريكرنت ايبيسودز اوف بنج ايتينج ديس اوردر. ايش البنج ايتينج؟ باكل بشراهه، بياكل اكل رهيب. قال لي هان انه كاركترايز باي بوث اوف، هاي اسم اختصارها بنج ايتينج ديس اوردر. بيتميز يعني اول شيء عنده قال لك بنج ايتينج ديس اوردر، ويتميز هذا البنج ايتينج ديس اوردر انه ايتينج اكله ان سيبريتد بيريد اوف تايم، بياكل على فترات منفصله. قال لي اماونت اوف فود، كميه اكله اللي بياكلها لارجر ذان، اكبر من وات موست انديفيدوال، اكبر من الاشخاص الطبيعيين اللي بياكلوها في نفس الفتره ونفس الظروف، فبياكل اكثر من الشخص الطبيعي اللي بياكل بنفس الظروف. اثنين، قال لي سنس لاك اوف كنترول، عنده رغبه او شعور بعدم التحكم في الاوفر ايتينج، يعني بياكله كثير مش قادر يوقف، قاعد بياكل مش قادر يوقف عن الاكل. ديورنج ابيسودز، لما بيصير عنده اللي هو الابيسودز تبعت البنج ايتينج ديس اوردر، بيفقد الشعور في التحكم بالاكل، بضل ياكل بس يعني على الفاضي، بضل ياكل مثلا، بضل ياكل سنه. تمام، قال لي feeling cannot stop eating، شعور بانه مش قادر يتوقف على الاكل. فاول مرحله انه عنده مرات متكرره ومتشدده من مين؟ من البنج ايتنج ديس اوردر، انه هو بياكل كميه كبيره واكثر من مره في اليوم غير طبيعي، واثنين شعور بانه مش قادر يوقف اكل. طب الثانيه بي، قال لي the current inappropriate compensatory behavior، the current متكرر، inappropriate غير مناسب، compensatory behavior سلوكيات تعويض. ايه سلوكيات تعويض؟ فوق اكل كثير فبده يعوض، بده يفقد اللي اكله، فقال لك عشان يفقد اللي اكله قال لي to prevent weight gain، عشان يمنع ان وزنه يزيد. فايش بده يعمل؟ قال لي بده يعمل inappropriate compensatory behavior عشان يمنع وزنه يزيد. كيف بده يمنع وزنه يزيد بقى؟ ما ياكل بشراسه. قال لي self induced vomiting، بتقيأ، بحط اصبعه بايده بشرب ميه وملح، بشرب بيض، بتقيأ. وميس يوز ده
laxative للمسهلات والدايبيتكس and excessive exercise. C قال لي binge eating and compensatory behavior. binge eating الأكل بشراسة، باكل أكل رهيب، and compensatory behavior وبعد ما يأكل بروح بعمل induce vomiting و laxative و diuretic و exercise. هذول التنتين binge eating مع compensatory behavior at least once weekly for 3 months بتصير عنده على الأقل مرة في الأسبوع إلى مدة 3 شهور، على الأقل مرة في الأسبوع كل أسبوع مرة لمدة 3 شهور عشان أقول إنه عنده binge eating أو عنده بوليميا نيرفوزا. self evaluation unduly. أندولي اللي هو قال لي إنه مش مبرر، unjustified، هو بيقول لك أنا بقيم حالي أنا كذا، لا تقييمه لنفسه مش مبرر. influenced by body shape and weight، يعني ملوش داعي، قال لي بيقول أنا بعمل هيك عشان أخاف على وزني وشكل، لكن هذا إيش أسلوبه وكلامه مش صحيح ومش مبرر. قال لي development of bulimia، كيف تطور بوليميا نيرفوزا؟ قال لي أول شيء binge eating تبدأ frequently بيجينج ديوك، متى بتبدا البنش ايتينج؟ وقت ايش بصير ياكل بشراسه؟ قال لي تبدا اثناء او بعد اللي هو الدايتينج، يعني واحد بيعمل رجيم، مو بيعمل رجيم بيعمل يوم مفتوح، هذا اليوم مفتوح بعوض فيه كل اللي عمله رجيم بخرب الدنيا، او عمل رجيم شهر شهرين وزهق، بقول لك يا زلمه انت الثاني، برجع باكل برجع انصح من الاول، فيبدا البنش ايتينج الاكل بشراسه اثناء او بعد اللي هو مرحله الدايتينج. قال لي اثنين مالتيبل ستريسفول لايف ايفنت، حياه مليان ضغوطات، مع الضغوطات قال لي الضغوطات هي ممكن تساهم بارتسيبيت في بدايه البوليميا نيرفوزا، بده ياكل عشان ايش؟ يعوض وينسى مع الزهق ياكل كثير. ثلاثه ديستربد ايتينج بيهيفير، لما يتعطل سلوك الاكل قال لي بيستمر ممكن على الاقل لسيفرال ييرز، ممكن يكون عنده هذا المشاكل الاكل والبوليميا نيرفوزا لعدة سنوات سابقة. maybe chronic or ممكن يكون مزمن او intermittent ما بين remission للديزيز و انتر ايش remission و recurrent يعود ويرجع، تمام exacerbation و remission. bulimia nervosa 2 تتحول، احنا قلنا eating disorder تنتين اللي مكتوبين في الكتاب bulimia nervosa و bulimia nervosa والتاني ايش anorexia nervosa. قال لك البوليميا نيرفوزا اللي هو باكل كتير وبعدين بتقيا او بسهله وش زي هيك ممكن يتحول لانوركسيا نيرفوزا، يتحول ايش بياكلش اصلا، بوليميا نيرفوزا هو اصلا باكل كتير فبده يخسس وزنه، فممكن يتحول من بوليميا نيرفوزا الى انوركسيا نيرفوزا وما ياكلش بالمره ويعمل دايت وشي طبيعي وممتاز. لكن تقول لي انوركسيا نيرفوزا يتحول لبوليميا، لا احفظوا البوليميا نيرفوزا ممكن يتحول للانوركسيا نيرفوزا، وطبعا بتصير يعني 10% ل 15% من عندهم بوليميا نيرفوزا تحول لانوركسيا نيرفوزا. العلاج للانوركسيا ام بوليميا نيرفوزا، قال لي في الانوركسيا نيرفوزا اللي فيش عنده انسايت قال لي ريرلي سيك، نادرا ما يسعى للمريض للعلاج، هو بليف بيعتقد نوت هافينج ذس اوردر، يقول لك انا ما عنديش مشكله انا طبيعي انا 100%، لان هو مش ايش ما عندوش انسايت. لكن البوليميا نيرفوزا لا، هو بيجيك هو عنده انسايت، هو عارف انه هو في مشكله، هو تعبان اللي بيعمله فبيسعى للعلاج، هي جو تو تريتمنت. عشان ليش؟ عشان اديكيت يستأصل ويتخلص من الاعراض تبعت البنج ايتينج، صعبة ايش ياكل ويشبع بعدين يتقيا، الفومتنج مش سهل موت، فقال لك بده يتخلص من هالاعراض تاعت البنج ايتينج اند كومبنساتوري ويت ريديوسينج بيهيفير، ويتعلم سلوكيات طبيعيه عشان يقلل الوزن. اذا الانوركسيا نيرفوزا بسعى للعلاج لانه هو مش انسايت، لكن البوليميا بسعى للعلاج لانه هو انسايت. الفارماكوثيرابي العلاج الادويه، قال لي انتي ديبريسنت زي البروزاك، هالبروزاك بيقلل السلوك تبع البنج ايتينج بيرنينج وبيقلل الديبريسيف سيمبتوم، لانه اللي عنده بوليميا وعنده بنج ايتنج عنده اكتئاب، اصلا الرجيم بيعمل اكتئاب لانه بياكلش بيكون زهقان وقرفان حاله، فالاكل بصحصحك وبنشطك وبفرحك، الطعام من الشهوات اللي بحبها الانسان، لما احلى بحب هاي الشهوه انا محروم شهوه الطعام فبضل مكتئب هيك وزعلان، فبيعطوه بروزاك انتي ديبريسن بيقلل البنج ايتنج وبيقلل الديبريشن. كمان بيعطوه ايتيبيكال انتي سايكوتيك، ايتيبيكال زي مين؟ الزبريكسا، هاي الزبريكسا بيقلل الافكار تبعت الايش الديستورد بادي ايمج، انه بقلل الافكار والتخيلات المؤذيه لانه بيشتغل على السنتر على الدماغ، بقلل كل الافكار تاعت انه انا وزن وكذا وشيء زي هيك. ثلاثه انكزويليتيك تاعت الانكزايتي زي الزينوكس زينكس والكلونكس، هذول الاثنين بيعملوا دار للانكزايتي تاعت الاكل للايتنج، بيعطوه بوتاسيوم ايرون اي سبلمنت اي عنده اي شيء اي نقص في السبلمنت بيعطوه اياه حسب السايد افكت للايتنج ديس اوردر. خمسه ميتوكلوبرامايد اللي هو البرامين، هذا البرامين بيخلي الاكل في المعده اكبر وقت ممكن، بيمنع القيء وبيمنع الاسهال عشان ايش؟ يضل لك في المعده وتشعرش بالجوع بسرعه، تمام؟
ها عشان يأخر القصف ينبتي. ستة أنتي بيوتيك لأنه اللي بياكل ايش عنده مناعة ضعيفة، معدته تعبانة فمعرض لمين للإنفكشن فبيعطوه أنتي بيوتيك. أما الفيميلي ثيرابي قال لي هدفها ايش؟ إنه انيبل خل العائلة أندرستاند، تفهم الإلنس المرض والتريتمنت جول المرض وأهداف العلاج. بتساعدنا ري ادجست ابروبريت، نعيد صياغه اللي هو ابروبريت فاميلي انتر اكشن انتر اكشنال انتر اكشنال باترن، نعيد صياغه التعامل بين العائله والابناء، يتعاملوا تعامل كويس، يحبوا بعض، يفهموا بعض، يفهموا شلل المرض. بارتسيبيت ان بوست ديسشارج، مثل المستشفى يساعدوا العائله في ايش؟ في الديسشارج كير بلان والانشطه اللي بعد الخروج من المستشفى يكونوا هم سند له. في عندنا كمان كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، وهي بنستخدمها هي التريتمنت اوف تشويس للبوليميا نيرفوزا، مش للانوركسيا نيرفوزا. ليش؟ البوليميا نيرفوزا عنده انسايت فبنفع معه علاج سلوكي. فالسي بي تي كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي هو التريتمنت اوف تشويس للبوليميا نيرفوزا. بشكل عام بطبق انا السي بي تي على 3 ستيج. اول مرحله بقول له اعمل ريجولر باترن للاكل تبعك وطور السيلف كنترول استراتيجي، شويه شويه بدي اتحكم في اكلك، تعلمه كيف يتحكم في نفسه. اثنين قال لي اليمينيتنج دايتنج، حد واقضي على مين؟ على الدايت، من خلال موديفاينج توت، عدل له افكاره الغلط اللي عنده، ذات لينك اللي بتربط البادي ويت مع السيلف استيم، انه انا وزن هو الثقه بالنفس وكذا، لا عدل له مفاهيمه. ثلاثه بريفنت ريلابس، امنع الانتكاسات اللي هتيجي بعد هذا المرض، اند ديفلوبينج سكيلز، وطور المهارات اللي ممكن تعالج الستريس الضغوطات هي ويمنع يعني بدا شيء برجعه للصفر او اول جديد. في ان انتر بيرسونال ثيرابي الاي بي تي، هذا علاج بين الاشخاص، يعني تخلي الاشخاص محببه له، صديق له، اخوه، حبيبه، اي حدا. هذا بركز على ايش؟ فوكس اون لينكينج انتر بيرسونال ريليشن شيب، العلاقات الشخصيه هي كيف العامل المفتاح العلاجي ان مانجينج ايتينج ديس اوردر، الاشخاص بتاثر فيهم لانه احنا بركز على العلاقات الانسانيه، الانسان يؤثر ويتاثر بالاخرين خاصه اللي بيحبه. غير عن الجروب، الجروب هذا اكثر، الانتر بيرسونال ريليشن شيب واحد اثنين ثلاثه، كان الجروب جماعه، جروب ثرابي، جروب بروفايد بليس، بوفر لك مكان للسيلف ديسكلوجر، تحكي عن خبراتك وعن قصص حياتك، ان اكسبتنس، تتقبل مرضك، وايل بريفنتنج سكندري جين، اللي بتمنع انك تصير معاك المشكله مره اخرى، وبتقلد، شوف عندك نماذج ناجحه ونجحت في العلاج بتقلدهم، واللي بيشوف مشكله غيره بتهون عليه مشكلته، هذه مين؟ الجروب ثرابي. الأخيرة عندنا، في عندنا النوع الثالث من ايتنج ديس اوردر، قلنا هذيك انوركسيا نيرفوزا وهذيك بوليميا نيرفوزا. الثالث عندنا كومبالسيف اوفر ايتنج، كومبالسيف يعني اجباري، اوفر ايتنج بياكل زياده عن اللزوم. قال لك انا انه كاركترايز باي ايش عنده هذا؟ ادكشن يوزنج فود، عنده ادمان على استخدام الطعام. And eating والأكل as a way، بيأكل كتير ليش؟ مدمن على الأكل ليش؟ A way كطريقة to hide أو hide their emotion، يخفي عواطفه، يخفي عواطفه، يعني يدمن على استخدام الطعام لكي يخفي العواطف. قال لي feel avoid the feel inside، بحاول إيش؟ يتجنب الشعور اللي في داخله. And to cope، يتأقلم مع الديل ستريس، مع الضغوطات الحياة، and problem in their life، مع الأكل اللي بتأقلم عليها. قال لي always overweight، لك الوزن الزيادة، هو aware، هو واعي that their eating habits، انه عادات اكله ابنورة مش طبيعية، and don't like dieting، هذا اللي عنده compulsive overeating هو واعي انه اكله مش طبيعي، لكن هو ايش؟ don't like dieting، بحبش الدايت، بكره ايش اسمه دايت. قال لي هو risk for heart attack، high blood pressure، كوليسترول عالي، kidney disease، arthritis، stroke، وجلطات وكل حاجة. قال لي feel guilty، بيشعر بالذنب، تشين بالخجل for being overweight، وزنه الزيادة بخجله وبنحرج منه، and have very low self esteem، وعنده ايش؟ low self esteem. قال لي هذا انه هو اضطراب سوء استخدام الطعام المرتبط بالحالة النفسية، عشان يبعد عن يعني ينسى، زي ما بقولوا بياكل عشان ينسى، بياكل عشان ينسى ويبعد عن العواطف ويتأقلم مع الضغوط اللي حواليه. بالمختصر الكومبالسيف اوفر ايتينج يوز ايتينج، بيستخدم الاكل تو فورجيت، عشان ينسى ذا بين، عشان ينسى الالم، اند ديزاير فور افكشن، والرغبه في لفت الانتباه انه الناس تحبه وتعطف عليه وتنتبه له. هيك الايتينج ديس اوردر خلصت. الله يعطيكم الف عافيه والسلام عليكم.